قولي فين؟ أخوك رجع المرة دي وشكله نويها، ساحب وتر الحنية ومدندن عليه بالأول. يا أختي دندنوا عليكي ساعة وسكتوا من بدري. أنت يا بنت كنت فاكرة إنه مش ناويها. يكش السفر اللي حاشو يروح أم كان عملها من زمان، وأنت عارفة. عارفة بس هو باين كرامة أهو. طب يا أختي يا أم كرامة إيه؟ بتقدودي في إيه يا ولية الدوهية؟ في الحب يا أختي. اسكتوا، من كام يوم طلعت صوره ليا، كان بعتها لي واحد طلياني، كان زي شق القمر. صاحبته هيكي شهر ونص كده تقريبا، حجزني في بيانكي على البحر وكان ليل ونهار هاريني تصوير. عارفه لو واحده منكم اتكتب لها انها تروح ايطاليا هتلاقي صوري كده ملطعه على الحيطان والجدران. ايطاليا؟ انت عارفه انت عايزه ايه؟ ايه يا اختي؟ عايزه حبش ايطاليا يفرقع في وشك. الله، ليه وليه؟ عشان تتلمي من الصرمحه اللي انت فيها دي. يا اختي انا طول عمري نفسي حلو وبحب الرجاله، كل واحد في غير اخوه، اللي حبش واللي نغش واللي يقولك الكلمه تسكيه على نفوخه. انا زي طاجن اللحمه بحب الزحمه، مش زيكم زي طاجن الفريك مالكوش شريك. لا يا اختي، هو راجل واحد بس، بوخارست، في كل اللي انت بتقوليه وزياده كمان. احلى حاجه بدنيتي على راي المثل، المخده ما تشيلش اتنين حلوين، هو قمري وانا خدمته. دنيتي كلها اتعملت علشان هو، ولو حب يزود في الطاجن بشقرة أو سمرة ما أقولش لأ، ياخد مزاجه ويجيلي تاني ويرجع يقولي أنت ستهم وتجرسهم كمان. طاجن إيه يا خايبة أنت وهي اللي بتقولوا عليه اللي مليان ألوان ده؟والنبي ادخله لك الفرن. ايوه بقى اضحكي يا نص اضحكي، وخليك زي ما الشحروره قالت يا ناس يا هو الحب ليه بتعقدوه. طب اشربي بقى. انت يا اختي